دعوني أؤكد من جديد التزام رئيس عبد المجيد تبون اللا مشروط الدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة في قارتنا، في المحافل الإفريقية وفي المحافل العالمية. ودعوني أؤكد من جديد أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الأفارقة والعرب عندما اعتمدوا ترشيح الجزائر لتشغيل منصب عضو في مجلس الأمن في عهدة 2024-2025.